كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة بأهمية في مكان. إنه موضوع التخليق أو لا تتعلق بموضوع التخليق. السيد وزير المملكة الأستاذ عبد العزيز بن زكوان المحكومة بضوابط تتجسد قوتها في العمل على التشابه التي هي مقاربة حضارية جديدة لإيجاد حلول خدمة العرض اللي تقدمت به المؤسسة خلال هذه المناظرة الأولى كان حول التخليق ودور هذه المؤسسة في تخليق المرفق العام باعتبارها مؤسسة دستورية أنط بها المشرع مهمة الدفاع عن الحقوق وترسيخ مبادئ الشفافية وقيم التخليق ما بين الإدارة والمرتفق. استعرضنا بيان سور سياق خلق هذه المؤسسة الدستورية والتطور اللي عرفته عبر التاريخ، توصلت المؤسسة الحالية اللي هي مؤسسة ارتقى بها المشرع الدستوري إلى مؤسسة دستورية. أيضا تطرقنا المهام ديالها في التخليق من خلال التوصيات والاقتراحات والتقارير التي تتقدم بها سواء للسيد رئيس الحكومة أو لصاحب الجلالة من خلال التقرير السنوي، إسهاما منها في تخليق المرفق العام وجعله مستجيبا لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم، وأيضا تكريسا للخطب الملكية السامية التي دعا فيها صاحب الجلالة إلى أن تكون الإدارة مواطنة ومستجيبة لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم. اولا نشكر جزيل الشكر المديريه العام للامن الوطني لدعوتنا للمشاركه في فعاليه هذا سميتو لي بورت اوفيرت الثالثه. حنا تكلمنا اليوم في المداخله ديالنا على اهميه تخليق الحياه الهامه كركيزه اساسيه من ركائز التنميه المستدامه للبلاد، ونعتقد في الهيئه ان هذا الموضوع هذا يساهم مساهمه كبيره في تنميه البلاد وفي تنميه البشريه وتنميه اقتصاديه وتنميه اجتماعيه للبلاد، ولذلك نعتمد مقاربه مبنيه على ثلاث ركائز اساسيه من اجل دعم هذا التخليق ومحاربه الرشوه ومحاربه جميع انواع الفساد، وهي مبنيه على ثلاث ركائز كما قلت. الركيزه الاولى هي الوقايه، الركيزه الثانيه هي الزجر، الركيزه الثالثه هي الاخلاقيات او تعليم وتحسيس والاخلاقيات بصفه عامه. يجب في نظرنا تطبيق هذه المقاربة هذه بشكل تكاملي، لأن كل واحد من هذه المنطلقات مهم جدا لوحده، ولكن ما يمكن نوصل إلى تخليق حقيقي للإدارة وتخليق حقيقي للحياة العامة بصفة عامة إلا إذا تعاملنا معهم بصفة متكاملة ومتجانسة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.